اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. نحن الان في قريه جزيره الكيمان في مدينه اسنا جنوب محافظه الاقصر. القريه بتشهد النهارده واحده من اكبر الجلسات المصالحات لانهاء الخصومه السائريه بين عائلتين بالقريه وهم عائلات ال عايد وال بكار. هنلتقي معنا بالشيخ خيري الشيباني الانصاري رئيس لجنه المصالحات والمشرف على النهارده جلسه الصلح، يحكي لنا بالتفصيل الخطوات اللي تمت. تفضل مولانا. والله اهلا بكم اليوم السابع والقنوات الفضائيه، شرفتونا النهارده. يعني القريه دي كلها اسره واحده وعيله واحده، هم عائلتين بس يعني في صله نسب بينهم، وحصلت الاقدار ولد ضرب ولد، ولكن ان شاء الله مشينا في الموضوع من سنه كده، وربك وفق وخلى اصحاب الدم وافقوا ان شاء الله. وكعادة اهل الصعيد حيقدم لي الكفن ويقول له اعفي عني ويقول له عفوت عنك. وما فيش عندنا في الصعيد هنا احنا دية ولا عندنا شروط جزائية ولا حاجة، عندنا كرامة وقول له عفوت عنك وينتهي الصلح ان شاء الله. طب احكي لنا مولانا عن الخطوات اللي تمت من رجال لجنة المصالحات حتى انهاء الصلح على خير. والله هو اللي بيحصل عندنا واللي حصل في المصالحة بالذات من 7 سنين لما حصلت الحادث، اللجنة تحركت عشان تبقى متواجدة يعني عند المستشفى وعند المشرحة لغاية ما جاء الطبيب الشرعي. وبعد كذا رحنا وسينا الناس الطرف اللي عنده المشكول يعني، قلنا لهم ربنا يديهم الصبر. وبعد فترة كذا ما دخلناش في المصالح من الأول لآخر، بعد فترة كذا 2 ولا 3 شهور قلنا لهم أهل الرجل في السجن انتظروه وخلي الناس في معيشها. وبعد الرجل ما خد أحكام خد 15 سنة، فقلنا لهم الرجل أخذ جزاته وأنتم في صلاة نسب بينكم وبين بعض، هم من قبيلة واحدة، هم من قبيلة المطعنة هنا كلهم بني عم يعني. فالناس بعد مجهود يعني كان بيصلح الموضوع بس عشان الظروف الصلح. بعد مجهود وافقوا الناس على الصلح، وهذا زي ما أنت شايف حتى الطرفين موجودين مع بعض. لسه بس باقي السلم بالأمن حنقدم الجودة إن شاء الله. ما شاء الله عليك، موفقين مولانا. شكرا شكرا ما شاء الله عليك. شكرا على البشر. نحن الآن مشاهدينا في واحدة من أكبر جلسات المصالحات بين العائلات، وهي جلسة مصالحة سعرية بين عائلة آل عايد وعائلة آل بكار، الاثنين من أبناء جزيرة الكيمان في مدينة إسنا. التقينا معكم بالشيخ خيري الشيباني الأنصاري القائد والمشرف على عملية المصالحة بين العائلتين، وزي ما أنتم شايفين التجهيزات والاستعدادات مستمرة، وفرق ولجان التنظيم ورجال الشرطة بتتواجد في المكان في حضور مميز، المئات من أبناء المحافظة الكل موجود من أبناء القرية ومدينة إسنا، وحضر طبعا كبار العائلات من إسنا والأقصر ومحافظات المجاورة أسوان وقنا. دقائق قليلة من الآن وتبدأ جلسة المصالحة بعد وصول اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر وصاحب وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية والقيادات التنفيذية في محافظة الأقصر. توصى بالعمده ثابته يا محمد. على حس العمله تقول لهم برضه. ماشي يا عم، توصى بالعمده. اي ايام كل العمر برضه. يا اخي يا ايام عزة كده في القلب. هذا
رضوان هذا العمدة حمادة النبي عنده حمادة اللي كان مع رجل أبو عم بيضا قول له كلم مرعي هو شايفني ثاني كرسي قدام ليه نور عمدة. نلتقي معكم مشاهدينا بالعمدة حمادة النوبي من أحد كبار رجال لجان المصالحات في محافظة الأقصر. هيحكي لنا اللي تم ويحكي لنا اليوم النهاردة السعيد اللي بتشهده قرية جزيرة الكمان بالمصالحة وإنهاء الخصومة السعرية بين العائلتين. تفضل عمدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن النهاردة بدعوة من الشيخ خير الشباني في الصلح اللي أنت شايفه النهاردة بين عائلة السمنية وعائلة الأسمار في جزيرة إسنا كمان المطعنة. سعدنا وشرفنا بحسن الاستقبال وكانت فرحة غامرة بين الطرفين، ودول يعني احنا ما بنقولوش عليهم طرفين، هم في النهاية بلد واحدة ونسل واحد. وبنشكر كل من قائم معنا بهذا الصلح، رجال الأمن وكل القائمين معنا في هذا الصلح الجميل. شكرا لك يا عمدة، شرفتنا ونورتنا في الجزيرة اليوم السابق. وحضرتك طيب يا فندم. شكرا لكم مشاهدينا، رصدنا لكم التجهيزات والاستعدادات النهائيه لجلسه المصالحه السعريه بين اكبر عائلتين في جزيره الكمان، وانتظرونا في لايف جديد مع بدء الجلسه ان شاء الله. سمحتوا الساده الاخوات، اديكم الكلام، اي حد يجيبه تماما يتفضل.